لو انا نجحت في بيتي هقدر انجح بره بيتي. ما هو مش طبيعي ان انا ابقى قاعده مع اسرتي مش قادره اوصل لهم رساله معينه علشان اخد قرار معين يعني هنبني بيه حياتنا. ده انا مش قادره اواجه اهلي، هواجه المجتمع ازاي؟ يعني دايما مثلا لما تيجي واحده مثلا عايزه مشاكل ارتباط او عايزه ترتبط بحد واهلها مش مقتنعين فتقوم جايه لي عشان طب اقنع اهلي، اذا كان انت نفسك جوه ما قدرتيش تقنعيهم بقرارك، ما قدرتيش تدافعي عن قرارك، ما بالك انا بره مش لا انت لازم انت اللي تدافعي عن قرارك، تدافعي عن رايك، تقنعي الناس بيه، تبقى عندك قدره تسوقي قرار، تسوقي قرارك وتبقي تصري عليه ومهما كانت حتى لو في خساير، اللي ما بيصرش على حاجه ما بينجحش. طيب عاوز اسالك سؤال مهم قوي. قول. الرجاله الرجالة حاجة مهمة جدا بالنسبة طبعا للستات، والستات مهمة جدا للرجالة. لو أنا جاي لي عريس وعرف أن أنا عندي مثلا 35 سنة بيبتدي يفكر هي هتقدر تبقى أم ولا مش هتقدر تبقى أم، عندي 40 سنة هي هتقدر تبقى أم ولا مش هتقدر تبقى أم. لو قلت له أن أنا عاملة عملية تجميد البويضات هيبتدي برضو يفكر هي العملية دي هتنجح ولا هتفشل. ازاي الرجالة تقدر كمان هي تاخد الخطوة دي، يقدر ان هو يرتبط بواحدة سنها يعني عدى ال 35 وهو مش خايف، وهو مش خايف من اهله يعني انا هتجوز واحدة عاملة عملية تجميد بويضات. خلينا نبقى متفقين ان في مصر ابتدى يرتفع معدل الجواز في البنات، معدل السن سواء ستات او رجال، ده حقيقي او سواء للأسف. ستات او رجاله نظرا لظروف كتير مش ظرف واحد. فكره عمليه تجميد البويضات جديده على المجتمع، لكن بقول لك في حد ابتدى يتكلم فيها وابتدى يحصل عليك دقيق. لو راجل مثقف او راجل متعلم هيبتدي يفتح جوجل، هيشوف في جوجل الدنيا، او هيروح يسال دكتور هياخدها. طب تعالي نروح لدكتور النساء والولاده اللي قال لك العمليه دي هتنجح، العمليه دي هتنجح وتبقى كويسه، هيروح معاها لدكتور النساء والولاده وهيبتدي يسال دكتور النساء والولاده. يعني الدنيا اتطورت قوي في عالم النساء والولاده ومجال طب النساء والولاده، يعني وانت صحيا بيبقى فيه كشف بالنسبه فرص الانجاب ايه، فرص الاجهاض ايه، فرص الامراض اللي عند الست اللي تمنعها من الخلفه ايه، فرص الراجل، كل دوت بيتناقش طبيا، يتناقش بطريقه علميه بعيده عن الضجه والشو. لو قالت لو انا راجل واثق من نفسي ومتقدم لوحدي وطلبت مني اروح للدكتور الخاص بتاع النساء والولاده لازم اروح، عندها مرض مثلا عضوي تاني خالص، بس في مشاكل في الخلفه او عندها حاجه في القلب اروح للدكتور القلب معاه يفهمني حالتها، يا انا اقول لها ماشي انا موافق على الشروط ديت، يا اما مش هقدر اوافق على الشروط دي، ويبقى محترم مع نفسه، ما حدش طلب، مش هتبقى بطل لو خدت واحده وبعد كده رجعت تقول لها ايه لا انت خدعتيني. بس انت تبقي صريحه من الاول، تقول له تعالى معايا الدكتور بتاعي انا عندي ما تخبيش عنه، ما تخبيش عنه حاجه عشان الصدمه يعني قصدك انه ما تصدمش. لو راجل مثقف وواعي وعنده ادراك انا عن نفسي لو جه واحده جت قالت لي انا مثلا فوق حاجه و30 وظروف الانجاب عندي فيها مشكله، هنتجوز لما نتجوز هنروح لدكتور النساء، قبل ما نتجوز هنروح لدكتور النساء والولاده هيقول لي الدنيا فيها ايه، بعد ما نتجوز هنتابع عند الدكتور بتاعك كل شويه مفيش مشكله، او الدكتوره بتاعتك مفيش مشكله الدنيا اتطورت. انا بتكلم عن نفسي انا يعني، واي حد اظن مثقف وواعي طالما انت متمسك بالست اللي انت عاوزها دي هتبذل كل غالي ونفيس. قلتي له ولقيتيه تخلى يبقى خلاص يبقى الاحسن ان هو بان من اولها، بعد من اولها. وبعدين مش هلوم عليه برضو، انت صرحتي صريح. انا واحد مثلا صرح واحده ان هو عنده صعوبه، تخلينا نعكس الايه. افرض ان راجل راح قال لواحده ست انا عندي صعوبة في الإنجاب والدكتور قال لي لازم تتابع وممكن نعمل عملية وكذا 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 وكذا، رد فعل الست هيكون إيه؟ ممكن توافق وممكن ما توافقش. ليه بقى هنا إيه الناس تلوم الراجل لما لما مثلا إيه يقول لك لا أنا مش هقدر.